الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوذي الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحه في الدارين آمين. الباب 16 من الكتاب 38 كتاب الاستئذان والآداب. باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت، يعني إذا أردت أن تستأذن للدخول إلى بيت فلا تستأذن وأنت مواجها للبيت، خصوصا لو كان الباب مفتوحا حتى لا يقع بصرك قبل أن يؤذن لك، لأنما جعل الإذن من أجل البصر. وعلشان كده إذا أردت أن تستأذن تأتي من جانب البيت وتستأذن، لا تقف مواجها للبيت هكذا ثم تنظر وبعدين تقول أدخل، طب ما أنت شفت كل حاجة. صح؟ إنما إيه؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا تقع بصرك على عورة أحد، وعشان كده لا يعني يكره وقد يصل إلى درجة الحرمة، والراجح أنه حرام، لأنك قد تقع في إيه؟ في النظر إلى ما لا يحب أخيك أن ترى، خصوصا لو كان إيه؟ لا يوجد إيه جدار أو لا يوجد باب أو لا يوجد ستار، فيبقى عليك أنك أنت تحتاط. دلوقتي المشهور عند كثير من الناس يخبط ويروح فاتح الباب، مش يستنى يسمع يدخل. في المستشفيات كده الدكاترة تروح الجراحين، بالذات وأنا جراح، تدخل حجرة تغيير الملابس عشان تلبس لبس العملية، بص تلاقي حكيمة جاية تخبط تفتح، لا مؤاخذة تروح. يعني كل يوم في الموال ده، كل يوم اتعلمه غلط. يا بنتي اطرقي الباب وبعدين انتظري لما تسمعي ادخلي او لا تدخلي، انما ايه فايده تخبط تروح فاتح؟ فاهم؟ ما ينفعش. دي مشهوره على فكره الحكايه دي، مشهوره جدا، واللي بيفتكر انه طالما خبط يبقى استاذن، لا، الاذن انك انت يؤذن لك، يعني تسمع من الداخل ادخل. فهم؟ لدرجة أن أحد الصحابة يقول حتى على أمي يا رسول الله استأذن، قال أتحب أن تراها عريانة؟ افرض بتغير هدومها يا أخي. فهم؟ فلا بد أن الإنسان يراعي مثل هذه الآداب ويعلمها أولاده. يعني ابنك الصغير يجي يدخل عليك الأوضة من غير ما يخبط تقول له اطلع يا ولد، وبعدين خبط وانتظر وبعدين ما أقول لك ادخل تدخل. مرة في مرة يتعلم الطفل الصغير لحد ما يكبر يعرف، لأن ده سوء تعليم وتربية من الصغر. فلازم نعرف إن العلة في الاستئذان إيه؟ البصر. إنما لما تيجي تخبط وتستأذن وتروح داخل على طول من قبل ما تسمع، طب ما أنت شفت اللي المفروض ما كنتش تشوفه. فاهم؟ فلازم ناخد بالنا منه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث 25 بعد 900 والألفين، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، يبقى حرام. كلام النبي يدل عليه أتى حدا، والحد دليل الحرمة. فهمت بقى؟ يبقى من كشف سترا، يعني لو دخلت فتحت باب أو رفعت ستارة قبل ما تستأذن كأنك ارتكبت حد من حدود الله. من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله
فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقع عينيه ما غيرت عليه. واخد بالك؟ يعني حتى لو كان اللي داخل المكان اللي عورته بانت، لو فقع عينك ساعتها لا يلام، لان انت اللي ملام. فهمت بقى ازاي؟ يعني كان النبي بيشدد هذا الامر، مش معنى كده تروح تفقع عين بقى، يبقى ده على سبيل التهديد. وان مر رجل على باب لا ستر له غيري مغلق فنظر فلا خطيئه عليه. لكن لو الباب كان مفتوح وانت بصيت اصلا كده قدرا النظره الاولى ايه لك، يبقى لا شيء عليك، والغلط في اللي سايب الباب مفتوح. طيب اللي غلط في اللي سايب الباب مفتوح. فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت اللي هم سرقوا الباب مفتوحا ثم بعد ذلك تعرضوا لأن ينظر إليهم الناس في عورتهم. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة، وأبو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله بن يزيد. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. وعن أبي قال اطلع يعني إيه؟ يعني هو بيبص كده وعايز يتلصص يعني بغير من يستأذن، حرام زي اللي يبص من خرم الباب. وساعات بيحط الوقت، دي مشكلة الوقت، احنا بقينا في زمن الوقت بيحط كاميرات بدون ما الناس تعرف، ويجي بعد كام فترة يروح واخد الكاميرا وينزلها فيديوهات مقاطع ويحطها على اليوتيوب. مش بقينا في زمن بقى زمن كله زمن فضائح؟ دي اخلاق مسلمين دي؟ ده بيحطوا ساعات كاميرات في دورات المياه بتاع البنات الى هذه الدرجه، ويمسك الموبايل يلقط الايه لقطه. واخد بالك؟ ان شاء الله حتى من ثقب ايه الباب، مفتاح الباب للناس. كل دي بقت تصرفات يعملها بعض المسلمين الآن بسبب الأجهزة المتاحة معه، وده من أكبر الكبائر. الاطلاع على عورات المسلمين ده من أكبر الكبائر، حرام. فاهم؟ ومن طلع على عورات المسلمين ليفضحهم فضحه الله ولو كان في قعر داره، كما تدين تدان. وعشان كده الإمام الشافعي يقول لك إيه، وعينيك إن أبدت إليك مساوية فقل يا عين للناس أعينه. فاهم؟ لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. مش كده برضو كلام الفقهاء الحكماء؟ لكن الوقت أصبح لا حكماء ولا فقهاء. أين ذهبوا؟ ماتوا وكبرنا عليهم أربعة. اذهب إلى القبور تزورهم. لكن الوقت فين؟ كل الناس تبحث عن حكماء لا تجد، على مستوى السياسة وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى التجارة وعلى مستوى كل مجالات الحياة. وده دليل على ان ايه، ان العلم رفع بقبض العلماء والحكماء. تروح اي بلد من البلاد تلاقيهم مختلفين في كل نواحي الحياه، طب فين الحكيم اللي يخرجهم من الخلاف؟ مش موجود. ويجتمعوا كل يوم، يجتمعوا عشرات الساعات ما وصلوش لحل، لانهم شويه سفهاء مع بعضهم، مفيش حكيم يحسم الامر. فهمت بقى المشكله؟ احنا اللي بنعاني من هذا، فربنا ينجينا. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر. المشقص عارف انت ايه؟ نصل سهم كده، أما يبقى عريض، أما يبقى نصل السهم عريض يسموه مشقص، يعني سلاح عريض كده، معدن عريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بيته، بص لقى واحد بيتلصص كده، بيبص، راح رمى بمشقص صلى الله عليه وسلم عشان يأدبه. فاهم؟ وعن أبي قال
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جحر يعني إيه؟ من فتحة صغيرة كده. ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات يحك بها رأسه. المدراة اللي هو ما يبقى مشط واسع الأسنان، سنانه بعيدة كده يسموه مدراة. كان النبي بيسرح شعره قاعد في بيته في أمان الله، في فتحة كده في الجدار، بص لقى واحد بيبص في الفتحة. تصرفات غريبة. دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أمة كانت لا تعرف الأدب. فأدبهم أحسن تأديب صلى الله عليه وسلم. ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات يحك بها رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يبقى علة الاستئذان إيه؟ ألا ترى عورات أخيك، أو ترى في موقف هو لا يحب أن ترى فيه. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان. وعن أبي قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبا وضغابيس. لبن ولبا وضغابيس، اللبا اللي هو أول حلبة بعد الولادة على طول، بعد ولادة النمر أو الشعر. اللبن الأولاني ده خالص يسموه إيه؟ اللبأ، اللي هو أول الحل، بيبقى مفيد وكله أجسام مضادة ومفيد في إيه؟ فكانوا بيستعملوه حتى للعلاج. يبقى بلبن ولبأ ودغابيس. الدغابيس جمع دغبوس وهي صغار القثاء. عارف القتة الصغيرة؟ يسموها دغابيس. يبقى دغابيس جمع دغبوس، والدغبوس هو الصغير من القثاء. أن صفوان بن أمية بعثه، بعث مين؟ كلدة بن حنبل بلبن ولبأ ودغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن. لا، ما قالش لا سلام ولا كلام. طفل بقى صغير لسه متعلمش، داخل كده من سكته وشايل الحاجة. طب مش تقول السلام عليكم؟ بيقول لك السلام قبل الكلام كده. الناس تقول كده، السلام قبل الكلام. فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل. ما كانش فيه جرس عندهم، كان بيستأذن بالصوت، يقف على الباب المغلق يقول: السلام عليكم أدخل. وكان حتى الستار باب النبي كان عبارة عن جلد، فكانوا لما يجي يتركوا الباب ينغبشوا كده، يغرشوا يحكوا يعني، واخد بالك؟ ما كانش يعني زي البيبان بتاعتنا بقى، حديد وجنزير وكلام وجرس، وتقدر تطلب مش عارف بالموبايل وانت تحت. بقت وسائل كثيرة للاستئذان. ارجع فقل السلام عليكم أدخل. وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو: أخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج، ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. ودغابيس هو حشيش يؤكل. وعن أبي قال: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أنبأنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا قول اسمك. إيه أنا؟ فهمت إزاي؟ يبقى لما يقول من بالباب تقول فلان ابن فلان كده، انما انا ايه انا دي؟ فاهم؟
فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال أنا كأنه كره ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي مرة برضو واحدة بتستأذن على حجرة ستنا عائشة وكان النبي في الداخل. فبتقول لا من أنت؟ قالت زينب. فالنبي قال أي الزيانب؟ ما في 100 واحدة اسمها زينب. قولي زينب بنت فلان. أي الزيانب أنت؟ يبقى لازم إيه تقول حاجة تعرفه أنت مين. خدت بالك؟ باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلا. كان زمان ما فيش وسائل اتصال، فممكن الرجل لو كان مسافر ويجي بالليل ممكن يدخل على زوجته تلاقيها مش مجهزة نفسها انها تقابله في زينة لأنه غايب عنها بقاله شهور، وممكن يكون البيت غير مرتب وما لم تجهز له طعاما مثلا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم إيه نهى عن طروق الأهل ليلا، علشان كده قايل ايه حتى تستحد المغيبة، مش كده برضو؟ يعني تستعد لملاقاة زوجها، تستحم، تتزين، يمكن لا تحب أن يراها في ثوب مهنة، أو يكون البيت مثلا غير مرتب أو شيء من هذا فيخبرها. علشان كده نهى النبي عن طروق البيوت ليلا للي جاي من سفر بعيد. لكن لو كان هناك وسيلة اتصال وأعلمتها لا بأس، خلاص طالما هم عارفين ومنتظرينك مفيش مشكلة. فاهم؟ يبقى كان الإشكال زمان بسبب عدم إيه وسائل الاتصال، فأنت أما تيجي توصل الليل كان النبي لو وصل بالليل يقعد على مشارف المدينة ويصلي الفجر على مشارف المدينة عشان يوصل خبر قدوم النبي والجيش، وبعدين بعد ما يصلوا الفجر تكون ايه الخبر وصل، يروحوا ايه البيوت بتاعتهم الصحابه، تكون الزوجات نظفت البيوت وعملت طعام للي غائبين وجهزت الاطفال عشان يقابلوا ابائهم وهكذا. دي كلها اداب لطيفه. ويمكن يا اخي انت لو طبيت على بيتك بالليل تكون مراتك مثلا جايبه اختها نايمه جنبك، عارفه انك مسافر، تخش تطلع على ورق ما يتصحش ليك. فهمت بقى ازاي؟ كل شيء ده وارد، وبالتالي لازم الواحد يراعي مثل هذه الاداب. وان كان الوقت في زماننا خلاص طالما بقى في وسائل اتصال لا باس. وعن ابي قال اخبرنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يطرقوا النساء ليلا. وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس. والطرق أصلا جاي من الدق، دق الشيء يعني طرقه. وسمي الطريق طريق لأنك تدق بقدمك، سمي الطريق عشان كده. والذي يجيء ليلا يسمى طارق لأنه يدق الباب، واخد بالك ازاي؟ ليدخل. فاللغة لطيفة يعني، لما تيجي تشوف أصل الكلمة وطريقه ومعناه وطريقه استعمالتها ليها كلها. ومنها كمان ايه ان الطرق فيها بمعنى ايه؟ معنى الانصات، كان الذي ياتي ليلا، واخد بالك ازاي، يكون الناس في صمت فينصتوا له فيسمعوا طرق. عشان كده اطرق يعني ايه انصت. فاهم؟ فكل دي تلاقيها في اللغه، في استعمالات اللغه لو انتوا عايزين مفردات يعني في الفهم. وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا. قال فترك رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. يبقى ايه؟ يبقى عقوبة لهم يعني. لأن لما خالفوا أمر النبي أراهم الله ما يسيئهم. أراهم الله ما يسيئهم. ما قالش هنا بقى رجلا يعني كان خائن. يمكن الراجل ده كان أخوه نايم عنده. فهمت ازاي؟ مثلا. ولا قال رجلا يعني لازم تفهمها بمعنى الذي لا يليق. افرض هي بتخاف تبات وأنت لما سافرت فراحت اتصلت بأخوها قالت له ببات معايا كل يوم لحد ما يجي جوزي. فهمت ازاي؟ فلما راح طرق ليلا لقى اخوها نايم في فراشه. هو جاي بقى من السفر عايز ايه؟ ينام مع مراته.
يبقى البيت مش مستعد لملاقاته. فهمت بقى المعنى؟ فمش شرط انك انت تفهم المعنى الحديث ده ان يعني كانت خيانة زوجية ولا بتاع، لا. هي المرأة يعني لازم ما تعرفش الا الرجال الاجانب، او فيها رجال اقاربها، يمكن جابت ابوها يبات معاها. فهمت ازاي؟ جابت اخوها يبات معاها، جابت خالها يبات معاها، عمها يبات معاها. ما في ستات تخاف اما ايه يمشي زوجها، تخاف تبات لوحدها. فهمت؟ لكن اما تيجي تعلمها خلاص بقى تفضي لك البيت ويبقى مستعد لمقابلتك. فهمت المعنى؟ يعني مش شرط تفهم الحديث بالخيانه، يعني مش شرط تفهم الحديث بمعنى الخيانه، لحسن الظن بالصحابه. باب ما جاء في تتريب الكتاب. زمان لما كان الناس تكتب كانت بتكتب بالحبر، والحبر ده لو ما جفش ايه يحصل له؟ تشويش وشلفقه. فهمت ازاي؟ يقوم ايه يشطب الكتاب، فما كانش فيه كمان نشافه تنشف الحبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه امرهم ان هم يتربوا الكتاب، يعني ايه يرش عليه شويه تراب كده عشان يثبت الحبر، وبعد كده ينضفه علشان يفضل الكتاب مظبوط تعرف تقراه، ما يبقاش من ايه مشلفه. ادي معنى التتريب، يعني تجفيفه. الناس بعد كده عملوا حاجه اسمها ايه المنشفه دي، اللي هو ايه النشافه، عملوها ايام ما كنا بنكتب بالحبر، وبعد كده عملوا الجاف، الحبر الجاف ما احتاجناش. لكن زمان كان الناس تكتب بالحبر، وكان عنده نشافه على المكتب كده يمررها كده يقوم ينشف، بدل التتريب اللي هو ايام. فهمت؟ يبقى التتريب وسيله لتجفيف المكتوب حتى لا يتشوه، فلا يستطيع الانسان قراءه ما كتب. باب ما جاء في تتريب الكتاب. الكتاب هنا معنى المكتوب. وعن ابي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة عن حمزة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كتب احدكم كتابا فليتربه، فليتربه فانه انجح للحاجة. بس الحديث ده حديث ضعيف الاسناد جدا، لكنه على اي حال مفيد، اعتبره ارشاد، بلاش تقول عليه حديث، لكنه يعتبر ارشاد. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه. قال: وحمزة هو عندي ابن عمرو النصيبي، هو ضعيف في الحديث، حتى بعضهم قال عليه أنه وضعك، يعني يضع الحديث، يعني حديث في غاية الضعف، إلا أنه إيه أورده، لأنه أولا مفيد، أقل شيء فيه يقول أنه إرشاد. فهمت بقى؟ باب. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زادان عن أم سعد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه كاتب، فسمعته يقول: ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. لما كان زمان يبقى الانسان بيبقى عنده كاتب يكتب له، اي ملك اي وزير عنده كاتب يكتب، وما كانش فيه جيوب عندهم كده زي الجيوب اللي بتاعتنا تحط القلم فيه. فاهم؟ فكان يقول له: ضع القلم على اذنك، يقوم ما يدهش. خدت بالك؟ كانوا زمان يحطوا القلمه كده، خد بالك، بس احنا ودانا مش متعوده على القلمه اي كده. عارف انت الطريقه دي؟ كان زمان الكمساري في الاتوبيس يحط، انا اشوفه وانا طفل صغير الكمسريه تحط القلم على ها؟ والنجارين والمهندسين في الورشه عشان ايديه مشغوله، واخد بالك؟ كل ده وارد يستعمل. ليه بقى اذكر ليه؟ لان ممكن انك انت يخطر في بالك فكره والقلم مش جاهز، على ما تبحث وتجد القلم تضيع منك الفكره. لكن لما يبقى القلم جاهز تروح مدونها على طول. فهمت ازاي؟ فدي الحاجات دي كلها بيعلم الكتاب ازاي يكتبوا وازاي يعيشوا، لان في الناس ساعات يجي له الهام فكره معينه، ولو قال ما اقولها لما اروح البيت واقعد بقى على المكتب اكتبها، على ما يروح البيت ينساها، او ينسى حتى ترتيبها اللي كانت في ذهنه، يقعد تاني يبذل مجهود على ما يرتبها ترتيبها. فاهم؟ طيب.
قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف. الله بيستدل بالضعيف، السلف الصالح بيستدل بالضعيف والتلف الطالح لا يستدل بالضعيف. فهمت بقى يا سيدي؟ وعن بسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زادان يضعفان في الحديث. باب ما جاء في تعليم السريانية اللي هي اللغات يعني تعلم اللغات. وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات كتاب يهود. قال إني والله ما آمن يهود على كتاب. ليه بقى العلة؟ إن الرسول كان لا يستأمن اليهود على الكتاب على كتبهم، فلو كتب لهم كتاب ممكن يضيفوا عليه ويحذفوا منه، ولو جالوا كتاب بلغتهم وجاب واحد يقراه له منهم ممكن كمان يقراه له غلط أو يحذف له كلمات أو بتاع. فالنبي أراد إن زيد بن ثابت يتعلم لغتهم عشان لا يأمنهم، بحيث إن هو يبقى عنده إنسان يقرأ لغتهم. فاهم؟ ومن تعلم لغة قوم أمن مكرهم. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات كتاب يهود. قال إني والله ما آمن يهود على كتاب. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. يعني اتعلم في اسبوعين. سيدنا زيد بن ثابت ده ببركه اذن النبي، لما النبي قال له تعلم الاذن النبوي جه يقوم يجي ايه الفهم من الله على طول. يعني واحد يتعلم لغه في اسبوعين دي نادره. ده لما ارسله كمان للروم برساله لهرقل بيقول لك في الطريق تعلمت لغته، وهو مسافر في الطريق ياخد له مثلا اسبوع 10 ايام على ما يوصل لهم او اسبوعين اتعلم لغتهم على ما وصل لهم. كان سيدنا زيد كده حاجه كده جميله، يعتبر زي وزير الخارجيه كده ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هو اللي جمع القران، وهو قارئ الصحابه اللي جمع القران في عصر سيدنا ابي بكر وفي سيدنا عمر وفي عصر سيدنا عثمان. هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. والنبي يقول افردكم زيد، يعني اكثر واحد في علم المواريث فاهم سيدنا زيد. عشان كده الإمام الشافعي كان لما يختلف الصحابة في المواريث ياخد إيه فتوى زيد، يختار في مذهبه، لأن النبي قال أفرادكم زيد رضي الله عنه. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت، رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. وهم اليهود بيكتبوا السرياني والعبراني، يعني بيكتبوا بالعبراني ويكتبوا بالسرياني. السرياني تقول أغلب النصارى يهتموا بالسريانية واليهود بالعبرانية. باب في مكاتبة المشركين. وعن أبي قال حدثنا يوسف بن محمد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي كل من الملك الحبش، النجاشي اللي النبي صلى عليه ده أصحمه، ده مات خلاص وأسلم ومات، لكن اللي كتب له النبي نجاشي تاني بعد النجاشي الأولاني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء يبقى يجوز مراسلة غير المسلمين والكفار، ما فيهاش مشكلة. باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك. وعن أبي قال حدثنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا يونس عن الزهري
قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عتبة بن مسعود ده أخو سيدنا عبد الله بن مسعود. ساعات يقولوا لك عبيد الله المسعودي، ساعات إيه يكتبوا لك عبيد الله المسعود. يعني كأن إيه عم أبوه سيدنا عبد الله بن مسعود. عم أبوه سيدنا عبد الله بن مسعود، فهمت؟ يدعو عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام، فأتوه فذكر الحديث اللي هو في عام الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بعد ما عمل صلح الحديبية بعت الرسائل بتاعته إلى كسرى وإلى قيصر، وكان لما وصل الرسالة بتاعته إلى هرقل كان أبو سفيان موجود ساعتها في الشام في تجارة، فأرسل هرقل لأبي سفيان يسأله أسئلة. الحديث مشهور في البخاري، في صحيح البخاري معروف. كان ده في العام إيه السادس من الهجرة. فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب. باب ما جاء في ختم الكتاب. كانوا زمان ممكن إيه أي كتاب أي حد يكتب ويفتكر إنه بتاع فلان، فكان لابد يبقى ليه ختم خاص بيه عشان يختم بيه المكتوب ليتأكد إنه هو الذي كتب. كويس؟ وعنه به قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما. يبقى النبي راعى البروتوكولات الدولية في المراسلات، ما فرضش عليهم أحكام معينة، قالوا له ده البروتوكولات الدولية في عند العجم إن لا يقبلوا رسالة إلا مختومة. فقام قال لهم لا ده باطل، لا مش هنختم، عمل ختم بس ببساطة. يبقى مراعاة البروتوكولات الدولية ده أمر مطلوب، ما اتفق عليه العقلاء أمر مطلوب. العقلاء اتفقوا على شيء وهذا الشيء يؤدي إلى حكمة، المسلم أولى الناس بالالتزام به. فهمت بقى؟ مش يقول لك بضع ضلالة في النار. العقليات الغبية كده. أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وإحنا عارفين طبعا خاتم النبي كان إيه، محمد رسول الله، محمد أسفل رسول في الوسط الله أعلم. كويس؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد يعمل خاتم على ختمه، يعني ما حدش يعمل ختمة يكتب فيها محمد رسول حتى لا تشتبه، وقالوا أن هذا النهي خاص بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا بأس أنك أنت تعمله تبركا. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب كيف السلام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وسلم.